مالك اكتر حاجه استغربت لها اه والله والله استغربت لها كنتش متوقع كده مش مشكله مش مشكله كله خير ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله كله خير باذن الله في خناقه خناقه دلوقتي خناقه ما بين الوداد ضرب ضرب ويضرب ويضرب الشحات الله, الله 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 اضرب الشحات وطبعا المخرج مش هيجيب لنا الضرب ده راح لاحتياطي الوداد لكن في في ازمه في الملعب يا مخرج في ازمه في مشكله في ضرب وفي اعتداءات وفي وفي ضرب دلوقتي حاصل بنشوفه اهو لعبي وضربوا الشحات طبعا وكهربا وادي مروان بيحاول يحتكوا مع مروان عطيه كمان احتكاكات بتتم واحتكاكات مع حمدي فتحي واحتكاكات مع آآ آآ بنشوفه اهو ادي الكوره ولا عمل له حاجه ولا عمل له حاجه هو طالع فوق ووقع طبيعي حمدي فتحي ما عملش حاجه والله في الكرة كوره عاديه جدا ولكن بتوع الوداد طبعا ايه؟ مسكو شحات وحمدي وغيره وطبعا الجون ما هو طبيعي، الجون هيقعد بقى يستهلك وقت. طبيعي هو ده الطبيعي هو ده الطبيعي استهلاك الوقت ضياع الوقت ضيع الوقت. مين بيعمل كده؟ حارس مرمى الوداد وقع على الارض اهو مش هيقوم هيستنى ويدخله له بقى الدكتور بتاعه ويطمن عليه ويحط شويه ثلج ويشرب ميه ويبعتوا يجيبوا عصير من اي حته بقى في كذا بلانكا لحد ما يجي العصير يقوم وكل سنه وانت طيب الوداد عايز كده الوداد هيعمل كده طول ما هو متقدم بهدف هيعمل كده لانه في وقت هيدي هيدي كهرباء انذار يا هيدي كهرباء انذار ليه؟ ليه ده كهرباء انذار؟ غريبة قوي غريبة قوي ظلم ظلم تم الاثيوبي حكم ظالم حكم ظالم والله العظيم حكم ظالم حكم ظالم الحكم الاثيوبي ده حكم ظالم وادي تضييع الوقت ولا الحكم شوفوا كل ده الكرة ما تلعبتش شوف بقى وقت قد ولم تلعب الكرة حتى الان بقول لكم حارس المرمى نام على الارض وصحي ووقف وخد الكوره وبعدين رمى الكوره وبعدين وبعدين خد بقى يا سلام ده لسه بدري على بال ما يشوط الكوره اخيرا شاط الكوره اخيرا شوفوا وقت قد تخيل بقى خمس كور زي كده ضاع خد خمسين دقيقه خلاص خلاص يلا يا علي معلول يلا يا علي معلول يلا يا علي معلول ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ماتش صعب مش سهل لسه بس لسه كتير يعني لسه قدامنا لسه الماتش لسه قدامنا شويه ان شاء الله يخلص الشوط الاولاني ولسه قدامنا ان شاء الله لسه بدري يعني لسه ما نقدرش نقول حاجه الأخ... الاهلي ملك الدقيقه 90 يقدر يسجل في اي وقت في اي وقت عنده عنده ده يا حكم يلا يا حكم يلا ونجم عايز يعطل طبعا كالعاده عادي عطلوا الكور مفيش مشكله يلا بالراحه بالراحه علي حد هو هيدخل فيك اهو بص بيدخل في علي معلول ونجم 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 ده بيعمل ايه مش عارف بيعمل ايه كهربا عدي يا كهربا عدي يا كهربا عدي حكم في ضرب جزاء ولا مفيش فيش حاجه يا مفيش اي حاجه يا نهار ابيض ما قلناش ضرب جزاء ولا كورنر طيب ولا ركنيه فيش اي حاجه خالص فيش حاجه خالص حكم أعمى أعمى البصر والبصيرة لقجع طبعا قاعد ومع رئيس الاتحاد الافريقي وأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع مالك نادي باريس سان جيرمان موجود أيضا ويشاهد هذه المباراة هل هل ده كرة قدم؟ هل هذا هو التحكيم يا جماعه؟